مراسل شبكة شام من ريف دمشق. مساء الخير مازن. مازن، أريد أن تجمل لنا أهم التطورات الميدانية في ريف العاصمة دمشق خلال الأسبوع الماضي. نعم، يعني حقيقة كتائب الأسد لا زالت تقصف بلدة المليحة لليوم 59 على التوالي. لا زالت كتائب الأسد بالفعل تحرق وتدمر هذه البلدة بكافة أنواع الأسلحة كما لاحظنا في تقريركم. اليوم كان هناك أكثر من 8 غارات جوية استهدفت البلدة، بالإضافة لسقوط أكثر من 7 غار أو عفوا أكثر من 7 صواريخ أرض أرض على البساتين، وبالإضافة لقصف المدفعية الثقيلة. يمتد القصف اليوم إلى البساتين الشرقية لبلدة المليحة كبلدة تزبدين وحديثة الجراش. هذه البساتين الشرقية لبلدة تزبدين وحديثة الجراش المتواجدة خلفي تماما. طبعا الجيش الحر لا زال يصد أي اقتحام لهذه البلدة، وخاصة كما ذكر من الجهة الجنوبية الشرقية. اليوم تمكن الثوار من تحرير أحد المباني الهامة التي كان يتمركز بها عناصر النظام على أطراف البلدة، حيث بدأت العملية بعد محاولة كتائب الأسد التقدم تحت غطاء ناري وبمشاركة المدرعات والعربات المصفحة، وقامت باستهداف المواقع بعشرات القذائف. يعني القصف ربما تسمعون القصف الآن نعم، على البلدة. بالفعل الثوار تمكنوا من صد أي هجوم لكتائب الأسد من هذه الجهة، ولا زالت يعني الاشتباكات متواصله حتى اللحظه، وخاصه من جهه اداره الدفاع الجوي والبساتين الجنوبيه من جهه الفوج 81. يعني في هذه اللحظه بالتحديد هناك اشتباكات متقطعه في محيط الفوج 81. نعم. مازن الشامي مراسل شبكة شام، كنت معنا من ريف دمشق، شكرا جزيلا لك.